السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرتين في هذا التدريب اللي يصير من نصفي الساحة، يعني مجموعة تصوب بالساحة الصفراء ومجموعة تصوب بالساحة الخضراء. الحقيقة هاي الألوان مال الساحات يعني بناء على رغبة بعض الأشخاص قالوا الأشياء الملونة تطلع أحلى وكذا، والآن أرغب دائما بالأبيض والأسود، يعني رجال قديم أنا. المهم، ففكرتين، أما المجموعتين يؤدون نفس الفعالية، هنا مجموعة وهنا مجموعة، عندي يعني 9 9 18 لاعب ممتاز، عندي 4 سنين تقريبا فريق كامل، فريق محترف ده يتدرب على الشوتينج، رابط وشوتينج. الفكرة السائدة أنه هنا مجموعة تتدرب وهنا مجموعة تتدرب، لكن اثنينهم يتدربون نفس الحركات، نفس الإيقاع، نفس الاتجاهات، وهو تمارين ربط متسلسلة بالمناولة وبالركض من أجل أن نصل إلى منطقة خارج منطقة الجزاء، ونلعب الكرة خارج منطقة الجزاء كذلك أمام الهدف، وأحد اللاعبين يصوب والثاني طبعا يتابع. فهذه يعني تمارين بسيطة، وما يصير هنا يصير هنا. لكن فكرة ثانية أن المجموعة في الساحة الصفراء تؤدي هذه الفعالية، مدرب يلعب لواحد، واحد يلعب مناولة جدارية ويا واحد الآخر اللي على قوس الجزاء يهيئ الكرة للواحد، زميله اللي يلعب له الكرة بعد استلامه من المدرب يهاجم الكرة يلعبها بالمنطقة اللي بين منطقة الجزاء بين خط التماس للاعب الثلاثة. زين، للاعب الثلاثة، لاعب ثلاثة بس يخرج كرة، أما عالية كروسينج أو على الأرض للاعبين الاثنين، اللي واحد يعني المهاجمين ويهاجمون، واحد يصوب بالتأكيد واحد. هذه الساحة نفس الشيء، يعني من اثنين، من المدرب الى اثنين، اثنين الى اثنين الثاني، مناولة جدارية، ثم اثنين الاول يلعبها الى منطقة الجناح بالنسبة للهدف اللي على خط التماس، ويلعب الكرة ثلاثة، اما عالية او على الارض اللاعبين اثنين المهاجمين اللي يدخلون يصوبون على الهدف، بيه واحد يصوب والاخر بتاع ريباوند سمينا. لكن الطريقه الاخرى انه انا ادعي الفريق الاصفر يشتغل على هذه الفعاليه، واعمل فعاليه اخرى بالاخضر تختلف قليلا عما في الاصفر. اسهل طريقه انه بالاصفر الكره من يلعبها ثلاثه على الهدف يلعبها على الارض قاطعه وحاده، لكن بالساحه الخضراء اللاعب الثلاثي من يلعب الكره على الهدف يلعبها شويه عاليه، اي يلعبها بما يعرف طبعا هاي مسافه جيده ممكن ان تلعب كره يسموها كروسينج، يلعب كروسينج عشان يتعاملون وياه اللاعبين اثنين بطريقتهم الخاصه لتسجيل الهدف، احدهم طبعا يصوب والاخر يتعب. فهذا تغيير، متغير اخر لانه الاصفر يؤدون الفعاليه هاي، لكن هنا أنا أغير كليا من الحركات والربط والركض، ويعني أتي بفعالية تدريبية تختلف كليا عما موجودة بالساحة الصفراء. فمن يكملون ذول الساحة الصفراء ويكملون ذول عدد معين من التكرار يبدلون، فالأخضر راح يروح للأصفر يعمل فعالية جديدة لكن بنظام هو الربط للتصويب على الهدف على نفس الهدف على خط التماس، والاصفر يروحون للاخضر راح يواجهون فعاليه جديده. فينفذون فعاليتين بنفس الوحده التدريبيه بنفس السيجمنت او الجزء هذا من الوحده التدريبيه اللي نفضل ان نضعه بعد فتره الاعمال. صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الامين شفيعنا يوم الدين ان شاء الله. اللهم لا تحرمنا من شفاعه سيدي رسول الله. أتمنى من الجميع أن لا ينسون الصلاة على سيد رسول الله، وأتمنى من الجميع أن يعملون مشاركة لكل الفعاليات التي تضع على صفحة رابطة المدربين المحترفين العرب أو البرنامج التعليمي العراقي لكرة القدم اللي أنا أسست لهم من أجل المساهمة مثل ما غيري ساهمون من المدربين العرب، وأنا أشكرهم طبعاً في زيادة ثقافة كرة القدم. أنا أسعى لموسوعة، و
مستعجل على الموسوعة، لأنها الآن وصلت، يعني إذا أطبعها في كتاب يمكن تطلع، مش كتاب يطلع دليل مال تليفونات. والحمد لله، الشكر لله والمنة لله سبحانه وتعالى. تحياتي للجميع، مع السلامة.